بسم الله الرحمن الرحيم. وسبق أن قلنا إن الإسرائيليات منقسمة إلى ثلاثة أقسام: قسم علم صدقه مما في كتابنا كقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقسم علم كذبه مما في كتابنا كما قالوا عن يوسف وعن سليمان وعن داود وعن لوط من الفواحش والكذب والضلال، وقسم سكت عنه الوحي فهو الذي أمرنا بالتحدث به ولا نصدقه ولا نكذبه، وفي الغالب يكون من الأمور التي لا نحتاجها، أما ما نحتاجه فهو مبين، لأن الله قال أكملت لكم دينكم، فكل شيء تحتاجه الأمة مبين، أي شيء تحتاجه الأمة لديننا مبين فيه، إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالإيماء أو بالتنبيه. فديننا دين كامل والحمد لله، أما رخص لنا في التحدث عنهم ولا نصدقهم ولا نكذبهم.